فرد يوم من الأيام واحد من الملوك طلع عنده حرب غزو، بالطريق شاف طفل. قبل كانت الوادم التعليم بالمضايف بالدواوين، يجي المعلم يحط صبورة صغيرة يجون الطلاب، هذا ابو دشداشة وهذا ابو بجامة وقميص، حتى اللبس كان عادي، وادم على الفطرة يقعد وهذا المعلم يشرح وهذا يروح، لاكو كتب لاكو شيء. فاجي يريد يدرس اكثر شيء الناس كانت قبل ايش تدرس؟ تدرس قران، قران الكريم. الملك جاي يمشي هو وجيشه ويا الوزير، شاف هذا الطفل جاي يدخل الى هذا البيت، قال له تعال. الطفل فطن، قال له نعم. قال له وين رايح؟ قال له للدرس. قال له وين تدرس؟ قال له هنا بهذا البيت. قال له شو اسمك انت؟ قال اسمي فاتح. فاتح حلو، شنو درسك اليوم؟ قال درسي قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له خوش درس، يلا روح ابني. راح الملك قاتل، انتصر بالحرب، بات ليلة بالمعركة، يوم ثاني رجع. جاي يرجع قال للوزير، قال له أقول لك هذا المكان اللي شفنا بيه الطفل، شو هذا فال خير علينا صار، ما تدليني بيه وين؟ قال الوزير يني ندله. قال امشي. صدفة دخولهم للمدينة هم الصبح، أجوا ضربوا الباب، فتح الباب المعلم، قالوا له نريد نشوف طالب عندك. قال تفضل جلالة الملك. طب لقى الطالب. الملك سأل المعلم، قال له جاي تدرسون؟ قال له جاي ندرس قوله تعالى عبس وتولى. قال ايش قصاركم تدرسون بهذا الدرس؟ قال صار لنا 3 أيام. الملك باوع، بس شلون اللي ضايج؟ قال للطفل قوم. قال له نعم جلالة الملك. قال له شلون انا اقول لك شو تدرسون انت تقول لي انا فتحنا لك فتحا مبينا؟ شو اسمك انت؟ قال اسمي عابس. استشاط الملك غيظ، قال له عاد شلون البارحه تقول لي اسمي فاتح؟ زين شلون تقول درسي انا فتحنا لك فتحا مبينا طلع اسمك عابس ودرسك عبس وتولى؟ قال له جلاله الملك لا تفهمني خطا، انت طالع وياك جيشك مدججون بالسلاح، انا شفتك مثل اللي طالع الحروب المعركه، وقولته ان شفتك صبحت بوجهي، فمن سألتني ردت أصيرا فال خير عليك. شوف التربية شلون تلعب دورها، ما أدري هاي الأبهات بعد وين هم تربي هيك هسه يطلعون جيل هيك، والله ما أدري. مع احترامي للسامع يعني، مع احترامي لكل الآباء، موقفهم إنهم مسؤولون قبل أبهاتنا وأجدادنا قبل، إذا انعقد الديوان حرف إحنا ما نحكي. فهذا قال له أنا من شفتك أنت وجيشك، وجيشك مدجج بالسلاح وجاي تعبر، عرفتك أنت ما طالع فراغ، لازم طالع عندك مهمة وصورت حرب، فأنا ردت أصير بوجه خلينا نقول فالخير عليك. من قلت لي شو اسمك؟ قلت لك اسمي فاتح، بالحقيقة أنا اسمي عابس. من قلت لي درسك؟ قلت لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بالحقيقة أنا درسي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الملك استحسن الفكرة، ضحك، التفت للوزير قال يا فلان. قال بلى جلالة الملك. قال لا أعطه أكرمه. قال إيش كثر أكرمه؟ قال أعطيه دينار. طود دينار، الطفل امتنع، قال لا ما أريد. قال له ويحك إنها هدية الملك. قال له حط له هدية الملك، ما أريد.